في مصر، محافظة غير القاهرة سافرتها حبيتها، غير ميت عقبة. غير ميت عقبة، بلدك الأساسي؟ والله شفت، عجبتني الغردقة. الغردقة. اي عجبتني، اه بتحبها. اي حبها المكان حلو. طيب نروح لفقرة لعب سريعة كده مع بعض بعد الفاصل، لكن قبل الفاصل هسألك عن تجربتك في فرنسا، ميتز. بتصفها بإيه ولماذا لم تستمر لفترة طويلة بإمكانيات فرجاني ساسي؟ فرنسا كانت، كنت صغير يعني اول ما نعم. احترفت، فاهم؟ كان طموحي نحب نحترف. السنة ست أول 6 شهور كانت يعني بالنسبة لي كنت بقدم مستوى ممتاز ونلعب ومتحمس، لكن للأسف الفريق بتاعي نزل الدرجة الثانية. نعم هذيك الأمور اللي صعبت، مفهوم. كانوا عندي جولي عروض لكن النادي موقع مع 4 سنين ما وافقش. كملت معهم سنة في الدرجة الثانية، عودنا صعدنا، أي لكن لقيت صعوبات كثيرة في الدرجة الثانية لأن الالتحامات وغير الدرجة الأولى، فاهم؟ ما بتخلكش تلعب كورة اللي بخليك أنت تلعب كورة بتحبها. تحب نلعبها، أي فهمت؟ بس بعدين لقيت اني نفسي مش مرتاح في الفريق ومعانا لسه صغير، قلت خلاص نرجع تونس نعاود من الاول جديد ونعاود نعمل، وليت نخسر مكاني في المنتخب، قلت ايوه خلاص نعاود نرجع من جديد مفهوم. ونشوف نعاود نرجع اسمي يعني. شفت اللي حصل اكيد في الدوري الفرنسي الايام اللي فاتت من رفض بعض اللاعبين العرب والمسلمين المشاركة في حملة دعم المثلية. ماذا لو كان فرجاني ساسي موجودا؟ كان هيبقى ايه موقفك في حاجة زي دي؟ احترافية وانفذ ما يطلبه النادي، ام موقف شخصي احترم الجميع ولا اشارك فيه؟ لا انا لو كنت مكان انا مصطفى محمد كنت نفس مثلا الشيء، ما كنت راح اشارك يعني. ما كنتش يعني في تشارك؟ اشياء يعني اوكي، نحن في عقد وفي كل شيء، لكن في اشياء يعني عندنا اعرافنا وعندنا تقاليدنا وعندنا ديننا ما يسمحلناش انه في اشياء، حتى لو خسرت كل شيء في اشياء ما تقدرش، ما يسمحلكش تسلم فيها. يعني انا مع موقف مصطفى مع محمد، موقف مصطفى. فاهم؟ واكيد في بلدان اخرى كثير انه ما يعني عندهم المواقف هذه، وفي بلدان ثانية يعني عندهم أشياء يستفزوا المسلمين. ربي يهدي، ربنا يهدينا ربنا جميعا. يهدي. بعد الفاصل جاهز للألعاب، جاهز. فقرات سريعة متنوعة.